الاخفاء القسري تلك الجريمه الكبرى التي ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانيه اذا ما تم ممارستها بطريقه ممنهجه وواسعه النطاق وللاسف تمارس هذه الجريمه في مختلف انحاء العالم وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان لجنه الامم المتحده للاخفاء القسري وصفت الاحتجاز السري بالجريمه الخطيره وقالت انها تحدث حاليا في العراق، حيث يوجد ما لا يقل عن 420 مكانا سريا للاحتجاز حسب المعلومات المقدمه من بعثه الامم المتحده لمساعده العراق ومفوضيه حقوق الانسان. كما جددت اللجنه مطالبتها للعراق بمعالجه قضايا الاخفاء القسري، داعيه الحكومه الحاليه في العراق الى اجراء تحقيقات مستقله وفعاله. لتحديد مصير نحو ألف مدني اختفوا قسرا بين عامي 2015 و 2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد وهم جزء من آلاف آخرين فقد أثرهم مركز جنيف الدولي للعدالة رحب بمواصلة لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري متابعة هذه القضايا الخطيرة في العراق ومطالباتها المستمره للسلطات العراقيه بتقديم المعلومات الكافيه عن حالات الاخفاء القسري في البلاد ويرى المركز انه بالنظر لعدم رغبه السلطات العراقيه المتكرره في تنفيذ توصيات اللجنه يحث المركز كل الهيئات التابعه للامم المتحده على الشروع في اجراءات اكثر وضوحا دعما لضحايا الانتهاكات وهم بالملايين بينما اكد قسم حقوق الانسان في هيئه علماء المسلمين في العراق في وقت سابق على ان ظاهره الاخفاء القسري هي محض انتقام منظم يعزز من الصوره النمطيه السائده للسلطه القائمه في البلاد وعدم قدرتها على حمايه مواطنيها مراقبون اكدوا ان سجل العراق في مجال حقوق الانسان هو سجل مرعب ولا يلوح في الافق اي تقدم او تحسن فيه حيث يعاني العراقيون من انتهاكات جسيمه ومدمره لحقوق الانسان ابرزها الاعتقالات التعسفيه والتعذيب وسوء المعامله والاعدام خارج اطار القضاء والاخفاء القسري فضلا عن استمرار ظاهره الافلات من العقاب وعدم المساءله الامر الذي يسمح بالمزيد من هذه الانتهاكات الجسيمه وانعدام الامن والاستقرار في البلاد